ومن المهدي للحد لنا مأوى وسكن. هذا اليوم يوم تاريخي آخر في مسيرة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، من خلالها بنينا منصة، هذه المنصة لمشاركة أهل الكويت أميراً وحكومةً وشعباً بهذه الأعياد، الأعياد الوطنية اللي نتكلم فيها عن العيد 62 للاستقلال والثاني 32 للتحرير. هذه المنصة تعتبر فرصة اللي لا أقول فقط لتعزيز منظومة القيم بمزيد من الانتماء والولاء، ولكن لمزيد من الشغف والتحفيز لرد بعض الجميل للكويت. هذه المنصة كذلك اليوم تحذو حذو في منحة جديد، هذا المنحة هو الاعتزاز بأفراد الطوارئ الطبية بكل مسمياتهم بكل درجاتهم، لأنهم حقيقة أبطال، وأرجو أن الجميع لا يسميهم إلا أبطال الطوارئ الطبية، لأن كل يوم وتركهم ما ينقذون حياة أو يخففون ألم أو يرسمون ابتسامة، ولا أقول في أوقات الدوام الرسمي، لأن أوقات الدوام الرسمي عندهم 24 ساعة. مثل هؤلاء حقيقة يستحقون منا كل دعم وتقدير وتشجيع، وهم يرفعون شعار أن حب الكويت بالأفعال وليس بالأقوال، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الملتقيات اللي نجدد فيها العهد والوعد بمزيد من العطاء من أجل الكويت المحبة والسلام. إن الكويت تستاهل حقيقة كل خير، ومهما نعمل ما نرد لها بعض من جمايلها علينا. نعشق الأرض اللي عاشوا فيها أجدادي ومستمر هالعشق. فكرة جميلة طبقناها مركز إسعاف جسر جابر، الفنيات سووا باركود على ميدالية لإسعاف جسر جابر، يضغطون الباركود يدخل على الإنستغرام وكل حساباتنا بالسوشيال ميديا زائد الفيديوهات اللي من تصميمنا. الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية وما قصرتوا على هذه التغطية. اليوم احنا في مركز جسر جابر متواجدين في أول يوم للإسعاف الكويتي، احتفالية مميزة ندعم فيها أبطال الطوارئ الطبية، وإن شاء الله راح نكون متواجدين في كل سنة من هذا التاريخ من 20 فبراير تزامنا مع الأعياد الوطنية لدولتنا الكويت الحبيبة، طبعا في رعاية وحضور وزير الصحة ومدير إدارة الطوارئ الطبية الدكتور أحمد الشطي. راح نكون متواجدين هنا لرفع معنويات الفنيين وحثهم على شغلهم واللي يقومون فيه دائما بصدق وأمانة، هم فعلا أبطال الطوارئ الطبية اللي قاعدين نشوفهم على مدار السنة في كل وقت بكل الظروف. نصيحة أحب أوجهها حق السادة المشاهدين، أن اليوم احنا في فعاليات اللي هي الاحتفالات في 25-26 فبراير عيد الاستقلال وعيد التحرير، نرجو منكم أنكم يعني تستغلون هذه الفرصة في تعبيركم على حبكم للكويت بطريقة حضارية، ونكون احنا قدوة حق عيالنا وحق الأجيال القادمة. كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله نشوفكم في السنين القادمة إن شاء الله. يعطيكم العافية قواكم الله. طبعا بالبداية نرفع آيات التهاني وتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف أحمد جابر الصباح، وإلى سمو ولي عهده الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح، وإلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وإلى الشعب الكويتي والمقيمين على أرض هذا البلد الحبيبة. اليوم بالبداية اليوم قاعد نتكلم عن الإسعاف الكويتي. اليوم الإسعاف الكويتي يوم مفتوح، يوم شريحة من الناس محتاجة إلى تثقيف. اليوم إدارة الطوارئ الطبية بإدارة الدكتور أحمد الشطي طبعاً هم متواجدين اليوم مثل إفنتات مسوين إدارة تدريب فاتحة ورشة عمل لتثقيف العامة. اليوم هم إدارة التدريب تخلي الشريحة من الناس عندها تثقف شنو دور الأبطال اللي هم جنود المجهولين اللي متواجدين خلف الشاشة، الناس اللي ما تدري عنها، هي مواجهة تكون في تثقيف وتعليم أساسيات الإسعافات الأولية.
اليوم احنا دعوه عامه، شايف اليوم مو بس بالاداره، الدعوه عامه حق الناس. اليوم كل بيت محتاج الى انه يكون شخص عنده علم انه شوي حق الاسعافات الاوليه محتاجها، هذا كل بيت طلعه فشته مقبل انه يصير من هالاشياء هذه. احنا حاليا في الاعياد الوطنيه، عيد الاستغلال وعيد تحرير دوله الكويت. طبعا يوم الاسعاف الكويتي اخترناه اول يوم، يوم 20/2/2023 كاول سنه في جسر جابر، طبعا مركز اسعاف جسر جابر، وبحضور معالي وزير الصحه الدكتور احمد العوضي ومدير اداره الطوارئ الطبيه الدكتور احمد الشاطي والاداريين والمراقبين ورؤساء الاقسام والفريق. يتشرف مركز اسعاف جسر جابر بجميع العاملين فيه بقياده السيد عبد الله عاشور رئيس المركز بخالص الشكر والتقدير لحضوركم الكريم في حفل يوم الاسعاف الكويتي. ايها الحضور الكريم، ان لكل سفينه ربان ولكل مسيره خير قائد يقودها الى العطاء والارتقاء. والان نترككم مع كلمه السيد الدكتور احمد الشطي مدير اداره الطوارئ الطبيه، فليتفضل مشكورا. هي تحيه حملني اياها معالي وزير الصحه الدكتور احمد العوضي اللي كان حريص انه يحضر، وهو في اجتماع ربما كان غير مبرمج وياخذ بعض الوقت، لكن ان شاء الله يطلع علينا في اي لحظه. لكن يعني كان بيننا وبينه 11 كسور نبدا. وأمانة أجدد فيه ما قال وجها لوجه لكثير من بناته وأبنائه وإخوانه وأخواته من منتسبي إدارة الطوارئ الطبية، من إنه فخور جدا بكم، وهو يعتبر إدارة الطوارئ الطبية واحدة من أقدم الإدارات وأكثرها حيوية، وإنهم إن لم يكونوا فقط ملائكة الرحمة فهم صناع الحياة، لأنهم يصنعون فرقا. ومن باب التشجيع فقد حملني مسؤولية، هذه المسؤولية إلى ما قمنا فيه وبدأنا فيه من تقييم الوضع الحالي من حيث الإمكانيات، من حيث التحديات، من حيث التوصيات، و فيما يود كثير منكم أن يسمع نتكلم عن البدلات، عن الكادر، عن طبيعة المهنة، عن استقطاب الكوادر اللي احنا نريدها. فلكل هؤلاء نصيب في ظل عمل نقوم فيه، وباسمي وباسم معالي الوزير نقول لن نستغني عن أي نصيحة أو توجيه يفضل يكون مكتوب، وكلما كان يمثل مجموعة أفضل من يكون فرد. نعشق الأرض اللي عاشوا فيها أجدادي، ومستمر هالعشق لين أولاد أولادي، والوصية الله الله برضي وبلادي، وإحنا أسوار البلد لنا جد منادي. تكسرك حسن